ما معنى الترجيع؟ طيب سؤال غير ماهوش مطروح للمؤذنين ولا إما تفضل خا واش تاد شو مقام الترجيع؟ شو مقام الترجيع؟ قبل هذا السؤال يمسك الايمان المؤذن نعم هذه كبر بدين الله اكبر الله اكبر هذه السسم فسسمينك السسم دونك خدم الترجيع كان بصوت خافت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله او ربع ما ديني اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اسناف واشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اثنان اربعه وبعدين يطلقها اشهد ان لا اله الا الله بصوت مرتفع صافي 13 زائد 4 يساوي 17